مسابقة 400 متر للشباب. جاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية نايف أحمد المجممي نادي كفيل بزمن 51 ثانية و14 جزء من هذا. حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية ثامر علي كريري من نادي الهلال بزمن 50 ثانية و94 جزء من هذا. المركز الأول وبطل سباق 400 متر وصاحب الميدالية الذهبية عزام إبراهيم أبو بكر نادي الهلال بزمن 49 ثانية و15 جزء.